بيصعب عليا جدا لما يكون حد عنده موهبة ومدفونة لمجرد انه مش لاقي فرصة، وبشفق جدا على واحد يكون عايم في بحر الفرص ومعاه طوق نجاة وبرضه بيقلعه وبيغرق نفسه بنفسه. السلام عليكم، اهلا بكم في شادو نجم، معكم كريم طارق وحلقة جديدة هنتكلم فيها ان شاء الله عن محمد رمضان عموما وعن مسلسل البرنس بالاخص. بس قبل ما نخش في حلقتنا النهارده، يا ريت لو انت مش مشترك تنزل تشترك في القناه وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، لان ان شاء الله هنعمل حلقات دوريه في رمضان. ولو الفيديو عجبك اتمنى تسيبنا رايك في الكومنت وتعمل لي لايك، ويلا بينا. بدون ادنى شك محمد رمضان بقى من اعمده الدراما الرمضانيه في اخر كام سنه، فبدأ المسيرة بابن حلال، بعدين الأسطورة، وبعدين نصر الصعيد، وبعدين زلزال، وأخيرا مسلسل البرنس السنة دي. طبعا أعماله اللي فاتت كلها كانت نفس النهج، نفس النمط، دور المظلوم، الملاك اللي مفيش منه، ابن بلد الجدع اللي بيتظلم في حياته والدنيا بتحط عليه وبتيجي عليه وفي الآخر بينتصر وبيبقى بقى يعني اللي مفيش منه بقى. حتى بنفس طريقة التمثيل ما بتتغيرش، نفس الضحك، نفس الهزار، نفس الحزن، حتى نفس طريقة العياط ونفس الدمعة ونفس الوش كده اللي بيعرض بالناحية واحدة دي، كل حاجة نمط متكرر. حتى في إعلان مسلسل برنس اللي نزل من أيام نفس النظام، برضو دور إخواته، يعني من الواضح إن هو أبوه متجوز اتنين، وطبعا هو ابن البطة السوداء فمنقول وإخواته بيكرهوه وفي مشاكل على الورث، وبرضه هيتسجن وهيتظلم، وبرضه هيطلع هو في الاخر الكسبان وهو الملاك وابن البلد واللي مفيش منه اتنين بقى. انا مش عارف ليه محمد رمضان مصر يعني يدفن نفسه بنفسه ويغرق نفسه في الافلاس الفني. ليه دايما تبقى مصمم ان انت تتواجد كل سنه بحاجه مكرره؟ طبعا يوسف الشريف شفنا اعماله ناجحه من اول مسلسل عمله لحد اخر مسلسل واعماله كلها ناجحه، ورغم من كده غاب سنتين عن الدراما عشان يرجع لنا بالمفاجأة ونزل إعلان بهدل الدنيا، إعلان خلاك أنت نفسك متوتر، خلاك مش على بعضك، خلاك نزلت إعلان تاني لمسلسلك رغم إن أنت كنت نزلت الإعلان الرسمي قبلها بأيام، ومش بس كده ده أنت نزلته على قناتك الرسمية اللي هي أصلا لما جابوا الشعبي ولما جمهور كبير عشان مجرد إن أنت تجيب مشاهدات أعلى في الإعلان، فيتقال الله ده الإعلان جاب مشاهدات أعلى أعلى إعلانات في رمضان. فليه كل ده؟ انا مش دعوه بشخصيه محمد رمضان ولا ليا دعوه باعماله الفنيه اللي هي من ناحيه الاغاني والحاجات دي، ولا ليا دعوه حتى بافلامه، انا بتكلم في نطاق الدراما الرمضانيه. محمد رمضان كممثل، فانت ممثل انا من رايي اللي هو تقيل جدا وعنده امكانيات تمثيليه رهيبه، اداؤه متميز جدا ويقدر يؤدي كتير، وده ظهر في بعض افلامه مش هتكلم عليها ومش هخوض فيها، بس انت كممثل تقيل عندك كتير، عندك مقاومات كتيرة، ليه مصمم تحصر نفسك في دايرة معينة في دور معين بس تحرق بيه نفسك ووصلت بيه حرفيا لدرجة الإفلاس؟ يعني انت لو المسلسل ده طلع نفس النظام طبعا انت جمهورك قل، جمهورك اللي بيتابع المسلسلات قل، سيبك من موضوع المشاهدات هتقل، كده كده هتقل لو فضل بنفس نمط كل سنة، وخصوصا لان المسلسلات نازلة بتقلها. نازل معاك السنة دي عادل إمام، طبعا أمير قرارة اللي برضه بيكرر نفسه، بس مسلسل الاختيار هيبقى ليه جمهور واسع لأنه قصة حقيقية، غير الإبداع بتاع يوسف الشريف في المسلسل النهاية. فأنت نازل معاك السنة دي ناس تقيلة، فأكيد مشاهداتك هتقل ومش هتبقى حتى التالت أو الرابع كمان في المشاهدات لو طلع بنفس النمط. فأنا نفسي أفهم يعني أنت حتى لو أنت بتحضر الأعمال كده يعني ما تاخدش بالك من نمط التكرار، اتهاجمت كتير بس يعني ليه عايش في دوامه انا نمبر 1 والجو ده اللي هو خلاص مفيش منك بقى؟ فليه بتكرر نفسك؟ ليه جو الافلاس الفني ده رغم ان انت في ايدك تدي اكبر؟ فانا من رايي ان المسلسل البرنس ده للاسف هيبقى يا اما نقله هتنقل محمد رمضان في عالم الدراما تخليه يستمر اكتر، يا اما هتبقى هي يعني نهايه جزء كبير جدا من جمهور محمد رمضان الدرامي الرمضاني، في ظل ان خلاص يعني الدراما المصريه بدات تتطور كتير، المنتجين بداوا خلاص اول ما يبخلوش في الانتاج زي مسلسل النهايه، بدات منصات زي منصات شاهد تنتج مسلسلات رهيبه زي في كل اسبوع يوم جمعه، مملكه ابليس، مسلسلات كتير، فاحنا داخلين على نقله كبيره
وانت ممثل كبير عظيم ليه تدمر نفسك؟ يعني حاول تظبط نفسك الفترات الجاية في أعمالك الجاية عشان ما تغرقش وسط الهوجة اللي طالعة دي، لأن بصراحة زي ما قلت كده الدراما المصرية داخلة على نقلة كبيرة كبيرة جدا. فكالعادة المفروض كنت أحلل الإعلان، بس أنا مش شايف في حاجة جديدة، نفس النمط يعني، نفس القصة، نفس كل حاجة. أنت لما تشوف الإعلان مش لاقي جديد حتى أقوله يعني، غير عن المسلسلات التانية كلها. أتمنى إن المسلسل ده يخزيني ويظهر رأيي ويغير رأيي يعني. أنا هبدأ أشوف كده أول مثلا 4 5 حلقات كده، لو لقيته نفس النمط هوقف مشاهدته. فأتمنى إن هو يشدني أكتر ويبقى فيه تمثيل أكتر، حتى لو بنفس النمط ونفس القصة، أتمنى يكون فيه تمثيل، فيه مساحات تمثيلية، فيه دراما، فيه حوار، فيه ممثلين واقفين قصاد بعض كده، حوار إبداع. عايز أبقى قاعد مستمتع حتى لو نفس القصة، بس إديني إبداع تمثيلي، مش مجرد حلقة مدتها من 20 ل 28 دقيقة ونفس الأحداث وبتكرر نفسها وهوب هوب وتخلص وخلاص. أتمنى أشوف حتى على الأقل حاجة حوارية كبيرة، حاجة تمثيل، مساحات تمثيلية، خصوصا إن أنت معاك في البطولة ممثلين كبار زي مثلا أحمد زاهر ممثل تقيل. فأتمنى يكون في حوار وفي أداء تمثيلي أكتر في المسلسل ونستمتع بيه، لأن أنت أصلا كممثل أداءك حلو، تمثيلك حلو، مستمتع بتمثيلك، بس أنت خلاص قررت. أنا بقيت نفس الدباجة بشوفك يعني، بشوف هو محمد رمضان في كل الأعمال. غير، نوع، غير جلدك شوية. انت لما غيرت جلدك في الكوميدي بقيت كويس، حتى مش كوميدي، في الاكشن وفي كله انت ماشي بنفس النمط، غير في ده. اتمنى نستمتع بالمسلسل، وان شاء الله استنوني لو المسلسل طلع فيه اختلاف او في حاجة بسيطة هعمل عنه كذا حلقة برضو في رمضان. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ما تنسوش تقولوا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش اللي مش مشترك يشترك في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان يوصلكم كل جديد. واشوفكم في الحلقات الجاية ان شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم.